نروح لأهم عناوين حلقتنا النهاردة. لعبوا الأهلي في اختبار وزن مع عودة الفريق للتدريبات. تعرف على موقف الأهلي في دوري الأبطال حال إقصاء سيمبا من البطولة. البدري ولاعبو المنتخب يخضعون لمسحة كورونا قبل انطلاق المعسكر. مدرب كينيا: الفوز على مصر يقربنا من التأهل والمجموعة معقدة. المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المفتوح بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة. أتلتيك ريال مدريد: فرصة انتظرها ليفربول ومحمد صلاح طويلا للانتقام البارد.